نظمت وزارة التجارة التركية بالتنسيق مع غرفة التكنولوجيات والكهرباء التركية ملتقى أعمال في مجال الكهرباء الصناعية. هذا وشارك في الملتقى 8 شركات من تركيا وأكثر من 150 شركة جزائرية تنشط في مجال الكهرباء الصناعية والطاقة الشمسية. التغطية كانت لمنيا حنون. احنا اليوم عملنا لقاءات ثنائيه ما بين الجزائر وتركيا مع التضامن مع وزاره التجاره التركيه والملحقه التجاره تاع السفاره التركيه. طبعا ما شاركونا جانا في مجال الكهرباء الصناعي اندستريال شركات 8 شركات تركيه كبرى في تركيا جو من اجل الاستثمار والشراكات ما بين الشركات الجزائريه. طبعا احنا خبرنا كل الغرف التجاريه الجزائريه في انحاء الوطن يعني كلهم عاونونا وشاركونا وبعثونا القائمات الاعضاء ديالهم في هذا المجال السيكتورال، يعني في مجال السيكتورال الاندستريال الكهرباء الاندستريال اول مره درنا كسيكتورال واحد لوحده يعني 8 شركات ما جبناش يعني بزاف شركات بسبب اخترنا الشركات اللي ممكن يخدموا مع الجزائر.